بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس، وموضوع درسنا لهذا اليوم هو كتابة المعادلات بصيغة الميل والمقطع في جزءه الأول، وسيقدم محدثكم الأستاذ فهد سعود العتيبي. سنتعلم اليوم كتابة معادلة مستقيم علم ميله ونقطة يمر بها، وسنتعلم كذلك كتابة معادلة مستقيم علم نقطتين يمر بها. لدينا السؤال الآتي: ما هي صيغة معادلة الميل والمقطع؟ وقد تعرفنا عليها سابقا، وهي ص تساوي ميم س زائدا ب، حيث أن المقصود بالميم هو الميل والمقصود بالباء هو المقطع الصادي. لدينا السؤال الآتي: ما هو قانون حساب ميل المستقيم؟ قانون الميل يساوي صاد 2 ناقصا صاد 1 على سين 2 ناقصا سين 1، بمعنى فرق الصادات على فرق السين. كتابة معادلة مستقيم علم ميله ونقطة يمر فيها بصيغة الميل والمقطع. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 2.1 وميله 3. إذن في المثال أعطانا مستقيم يمر بنقطة وميله، وأرادنا نكتبها بصيغة الميل والمقطع. الميل موجود وهو 3، ولكن المقطع الصادي غير معروف، لذلك نعوض في المعادلة ص تساوي ميم س زائدا ب، ونعوض بدل عن الصاد بقيمتها في النقطة وهي 1، ونعوض عن السين بقيمتها في النقطة وهي 2، ونعوض عن الميل بقيمته وهو 3. إذن 1 يساوي 3 مضروبة في الاثنان زائدا الباء. إذن 1 يساوي 3 ضرب 2 ب6. إذن 1 يساوي 6 زائدا الباء. الآن نطرح 6 من الطرف الأيمن، بحيث يصبح 1 ناقص 6 يساوي الباء. إذن في هذه الحالة الباء تساوي سالب 5. من ذلك تكون المعادلة هي ص تساوي 3 س ناقصا 5. 3 هو الميل، والسالب 5 هو المقطع الصادي. مثال 2: اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب 4.6 وميله سالب 2. معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي ص تساوي ميم س زائدا ب. نعوض بدلا عن الصاد قيمتها في النقطة والسين قيمتها سالب 4 والميل قيمته 2. إذن 6 تساوي سالب 2 مضروب في سالب 4 زائدا الباء. سالب في سالب بموجب 2 ضرب 4 ب8. إذن 6 تساوي 8 زائدا باء. الآن بما أن الباء مضاف عليها 8، فإن نطرح من الطرف الأيمن 8. إذن 6 ناقصا 8. إذن الباء راح تساوي سالب 2، وبهذا تكون المعادلة هي ص تساوي سالب 2 س ناقصا 2، حيث أن سالب 2 هو الميل، وسالب 2 الأخرى هي قيمة باء المقطع الصادي. تقويم: اكتب معادلة المستقيم
المار في النقطة سالب 2.5 وميله 3. صيغ العمل معادلة المستقيم المار بالميل والمقطع هي ص تساوي ميم س زائدا باء. نعوض عن الصاد بقيمتها في النقطة وهي 5، وعن السين بقيمتها في النقطة وهي سالب 2، والميم قيمته 3، الميل قيمته 3. إذا 5 تساوي 3 مضروبة في سالب 2 زائدا باء. 3 مضروبة في سالب 2 هي سالب 6، إذا 5 تساوي سالب 6 زائدا الباء. بما أن الباء مضاف عليها سالب 6 فإن نضيف للطرف الثاني موجب 6، إذا 5 زائدا 6 تساوي الباء، وبذلك تصبح قيمة الباء هي 11. إذا المعادلة هي ص تساوي ميم قيمة الميم هي 3، 3 س زائدا قيمة الباء هي 11، إذا ص تساوي 3 س زائدا 11. الآن راح نتعرف كتابة معادلة مستقيم علمت نقطتين يمر بهما. أوجد معادلة المستقيم البار بالنقطتين 3.1 والنقطة الأخرى 2.4. الميل غير معروف، لذلك نوجد الميل، والميل فرق الصادات على فرق السينات. إذا الميل سالب 4 ناقصا 1، سالب 4 ناقصا 1 على 2 ناقصا 3. إذا راح يساوي سالب 5 على سالب 1، السالب مقسوم على السالب بموجب 5، مقسوم على 1 بـ5، لذلك تكون الميل 5. الآن المتبقي إيجاد المقطع الصادي. بما أن لدينا نقطتين فإننا نختار أحد النقطتين، ونختار النقطة الأولى 3.1 ونوجد المقطع الصادي. المعادلة ص تساوي ميم س زائدا باء. نعوض عن ص بقيمتها في النقطة هي 1، والس بقيمته في النقطة وهي 3، والميم بقيمته وهو 5. إذا 1 يساوي 5 مضروبة في 3 زائدا الباء. إذا 1 يساوي 5 مضروبة في 3 هي 15، إذا 1 يساوي 15 زائدا الباء. بما أن الباء مضاف عليه 15، إذا نطرح من الطرف الثاني 15. 1 ناقص 15 في سالب 14، إذا الباء تساوي سالب 14. الآن نطبق على المعادلة قيمة الباء سالب 14 وقيمة الميم بـ5، إذا ص تساوي 5 س ناقصا 14. الآن أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتان سالب 7 فاصلة سالب 3 والنقطة الأخرى سالب 3 فاصلة 5. بما أن الميل ليس موجود، إذن أول خطوة نوجد الميل. ميم يساوي فرق الصادات على فرق السينات. إذن 5 ناقصا سالب 3 على سالب 3 ناقصا سالب 7. السالب في السالب يتحول إلى موجب، إذا 5 زائدا 3 على سالب 3، والسالب في السالب يتحول إلى موجب، إذا سالب 3 زائدا 7. 5 زائد 3 بـ8 مقسومة على سالب 3 زائدا 7 بـ4، إذا 8 على 4. 8 مقسومة على 4 بـ2، إذن الميل يساوي 2. الآن متبقي إيجاد المقطع الصادي. وبما أن لدينا نقطتين فإننا نختار أحد النقطتين بالتعويض إيجاد المقطع الصادي، ولنختار النقطة الأولى. إذن نختار النقطة سالب 7 فاصلة سالب 3 ونوجد المقطع الصادي. المعادلة العامة ص تساوي ميم س زائدا باء. نعوض الصاد بقيمتها في النقطة وهي سالب 3،
والسين بقيمتها في النقطة وهي سالب 7 والبيم بقيمتها وهي 2. إذن سالب 3 يساوي 2 مضروبا في سالب 7 زائدا ب. إذن سالب 3 يساوي 2 مضروب في سالب 7 موجب في سالب بسالب 2 ضرب 7 هي 14. إذن سالب 3 يساوي سالب 14 زائدا ب. الآن بما أن الباء مضافا عليها سالب 14 فإن عكس سالب 14 موجب 14، إذن بإضافة الطرف الثاني موجب 14. إذن سالب 3 زائدا 14، سالب 3 زائدا 14 يساوي 11. إذن الباء تساوي 11. المتبقي الآن نعوض في المعادلة العامة الميل بقيمة 2 والمقطع الصادي بقيمة 11. إذن ص تساوي 2 س زائدا 11. تقويم: أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتان سالب 1.12 والنقطة 4.8. أول خطوة لحل هذه المعادلة هو إيجاد الميل. بعد إيجاد الميل نختار أحد النقطتين ونوجد المقطع الصادي. الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات. صاد 2 بسالب 8 وصاد 1 ب12، إذن سالب 8 ناقصا 12 على سين 2 ب4 ناقصا سين 1 بسالب 1، إذن 4 ناقصا سالب 1. السالب في السالب يتحول إلى موجب، إذن تصبح سالب 8 ناقصا 12 بسالب 20 على 4 زائد 1. إذن سالب 20 على 4 زائد 1 بخمسة، إذن سالب 20 على 5. سالب مقسوما على موجب بسالب 20 مقسوما على 5 بأربعة. إذن الميل يساوي سالب 4. بعد إيجاد الميل الآن متبقي إيجاد المقطع الصادي. لإيجاد المقطع الصادي نختار أحد النقطتين سالب 1.12 أو 4.8. ولنختار النقطة الأخرى 4.8. إذا نختار النقطة 4.8 ونوجد المقطع الصادي للمستقيم. الصورة العامة للمعادلة بصيغة الميل والمقطع هي ص تساوي ميم س زائدا ب. نعوض عن الص بقيمتها سالب 8 وعن الس بقيمته 4 وعن الميم بقيمته سالب 4. إذن سالب 8 تساوي سالب 4 مضروبة في الأربعة بسالب 16 زائدا ب. إذن سالب 8 تساوي سالب 16 زائدا الب. بما أن الب مضافا عليها سالب 16، إذن عكس السالب 16 هو إضافة 16 الطرف الأيمن. إذن سالب 8 زائدا 16 يساوي الب. سالب 8 زائدا 16 بثمانية، إذن الثمانية تساوي الباء. بما أن المقطع الصادي يساوي ثمانية والميل يساوي سالب 4، إذن المعادلة هي صاد تساوي سالب 4 س زائدا 8. إذن تعلمنا هذا اليوم كتابة معادلة مستقيم علم ميله ونبدأ يمر بها، كذلك كتابة معادلة مستقيم علم نقطتين يمر بها. وفي الختام عزيزي الطالب والطالبة، أتمنى أن أكون قدمت لكم درس مفيد وأثريت العملية التعليمية لديكم، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى درس قريب، ونستودعكم الله تعالى.